الكبين شو حلو. شوفوا لي يا اخواتي، يا اخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة البيت الريفي، اليوم راح اقدم لكم محتوى جديد. هو المحتوى ضمن البيت الريفي، يعني هي الكبة المشوية بطريقة ما شاغلة ولا شيف شاغلة، بطريقة على كيف كيفكم. بالنسبة للحشوة ولا للبرغل هذا شيء ثاني، انتم شلون بدكم تسووا، بس بعطيكم بعض النصائح. بس انا بدي اعطيكم الطريقة الصحيحة يلي بيطلعوا كلهم قياس واحد. شوفوا كيف كله قياس واحد، كله قياس واحد ورقيق رقيق كتير وبأسرع وقت. يعني أي صبية أو أي شاب بيشوف هالفيديو مستحيل إلا ما يعرف يساوي كبة، وإذا بحياته ما شاغل كبة. إيه إخواتي، يلا نبلش. بس قبل ما نبلش بمعيتكم، لا تنسونا من الاشتراك والإعجاب إذا عجبكم المقطع. لازم نحكي بسرعة. بالنسبة للحشوة، هي الحشوة هي نص كيلو شحمة ونص كيلو دهنة ونص كيلو هبرة. بنضيف لها البهارات، هي البهارات المشكلة، ملح، فلفل، دبس رمان ودبس فليفلة. هي بالنسبة للحشوة. أما البرغل، بينحط للبرغل، أنتم بتنعقوا بتعرفوا كيف بنتهي، بينحط له بصل للبرغل وبينحط له ليمونة. شايفين تمام هيك؟ إيه أصدقائي، أهم شيء بالنسبة للبرغل ما يكون مشبع مي كتير، أنتم بتعرفوا كيف هو لازم يكون. نحن بنكبت له بهالشكل هذا، بنبل إيدينا هيك، بنحط الكبتولة بهذا الكيس، هيك شايفين هذا الكيس، وكبتولة بهذا الكيس، نكمشها هيك، نطوي على النص، وهذا الكيس طويناه على النص، شايفين كيف؟ ها، نكمش هذا صحن يكون من تحت سفح، نكبسه هيك، ليكو قديش رق، ونكبس الثاني نفس الشيء، نفتح، نكمش المعلقة، شايفين الطريقة شو سهلة؟ بس ما يطلع حشوة على الأطراف من برا، ما يطلع على الأطراف، نكبش الثاني، نعمل له هيك، بنحطه فوق أخوه. بس بدنا كاسة تكون عريضة من تحت، ما حادة، ما يكون أطرافها حادة، يكون أطرافها عريض من تحت، تمام؟ بنرجع الكيس عليه، بنحطها هيك، وبنفركها. شوفوا لي هالقرص على هالشكل. ها، حنساوي واحد تاني. جبنا من قيمة دول الزوايد مع جناب، جبنا كبتولة هون وكبتولة هون، شوفوا السرعة قديش ما بياكل وقت نهائيا. ها، تمام، هيك بس نهار. بس لا تنسوني من الاعجاب والاشتراك اذا عجبكم الفيديو، اذا ما عجبكم الفيديو لا تشتركوا ولا تنعجبوا. انا قبلها، انا الحشوة بحب الرمانة يكون زايد. هذا الطرف الثاني من ايوه، وبكل سهولة بينقام، حطيناها فوق منه، نرجع شوفوا لي هالشكل هذا، شايفين؟ ها، من قيم الزوايا نسحب القرص، شوفوا لي على القرص الملوكي، نفس الشكل نفس الحجم ومتماسك. هرد نرجع، شوفوا السرعة انتو، واحد عملنا هيك، شديناها هيك الثاني، ما بياكل نص دقيقة قرص الكبة المشوية. أنا شاغل كبة مشوية على عدد شعر راسي، أنا اختصاصي كمان كان عندي مطعم مقبلات ولحومات وشوي وكباب، كنت اشتغل كباب بهالطريقة، ما أخذها ولا من شيف، تمام هيك؟ ومنقصه هيك. وفي طريقة تانية حقلكن عليها، بس اللي ما بيعرف يشتغل كبة ما بيعرف يساوي فيها. حط ايدينا بالمي هيك، شوفوا كيف الطريقة، قرب التصوير، مثل كأنك عم تحفري كوسة. شوفي، مثل كأنك عم تحفري كوسة. شوفوا هالرقية هي جوا، شايفين شو رقية؟ شايفين الضوء؟ مبين الضوء بالتصوير؟ هذا رقية هي، نعمل هي، بس ما بيطلعوا شكل واحد. بس كمان يعني أنا بما إنه هي مصلحتي بعرف دبرهم. شوفوا شلون طلعوا؟ رابع على بعض بالشكل. هرد اعد لكم اياها،
نحط مي بايدنا بنبلها مزبوط، سويناها هيك وحصرناها من الطرفين كانك عم تحفري كوسه. بلشنا نرجع بنحط مي مره ثانيه، نرجع انا هيك عم رقه للاخير. بالتصوير واضح من هون صور مشان يبين رقيته، واضح ونسكره هيك مثل كانك عم تساوي كبه مقليه. هي الطريقه الثانيه تبع الكبه مشويه، نرجع مندوره بايدنا مشان ياخذ شكل موحد. يلا انا راح اكمل هالكام قرص صفيان علي مشان ما اطول عليكم، حكملهم وطالع على الشوي. شو برجيكم بالشوي، الشوي ضروري كتير ضروري في طريقة للشوي مشان ما يشقق القرص وما يفرط معكم. اهم شيء بنحط القرص على هذا الوش مو على السفل، شو هيك بده ينحط مشان ما يفرط معنا. شايفين كل قياسات وحده ما شاء الله، نحطهم على القفا على الوش عفوا الفوقاني اللي في هنا، وعلى نار عاديه ما تكون قويه كثير، ما بده تهواي غير شيء بسيط مشان يستوي البرغل مضبوط، تستوي الشحمه والدهنه واللحمه اللي فيه. نهوي لهم شوي، بدهم النار هادية هني. مثل ما حكينا بنخليه على نار هادية ليتأمر وشه شوي. هلا انا برجع لكم بس ليستوي اول وش مشان ما اطول عليكم بالفيديو، برجع لكم انا. شايفين هاي الشيف تبعنا الصغيرة هي. مثل ما شايفين خلصنا من أول وش. روح هيك بابا. نقلب على الوش الثاني، شايفين كيف؟ بجننوا الأقراص. أنا ما بحبه مسلسل زيادة مشان الكوليسترول، ما بحب الدهون الزيادة أنا. مثل ما شايفين هلا ها عم نستناه نحن. هلا بنقلبه على الطرف الثاني بصير مسلسل. برجع لعندكم دقيقتين وبرجع لعندكم. مثل ما حكينا هاي الاقراص هيك خالصه بتكون، هذا هيك بيتقلى بنشوف اللي مستوي من قلبه، وهيك بنكون ان شاء الله قدمنا لكم شيء ظريف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.